في هذا الحديث النبوي الماتع عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به الصدقة. رواه البخاري. الله أكبر، ما أعظم الأجر. ومعلوم أيها الكرام أن النخل هو سيد الأشجار ومن أنفعها وأثمرها، يزرع الإنسان الزرع وينساه ويظل ينمو ويكثر خيره بإذن الله، فيأكل منه الإنسان أو الطير أو البهيمة